فالحمد لله فمش من السهل انك تكون حارس تحبس فريق الوداد. كل شيء كيعرف فريق الوداد فريق كبير، فالفريق الاكثر تتويجا في المغرب، فمش من السهل. الحمد لله جاتني الفرصه اليوم، دخلت ودرت اللي عليا، جبنا التعادل الحمد لله باش ما نساليوش الموسم ديالنا بهزيمه. فهذا شرف كبير ليا وشرف كبير لي انني نكون حارس داخل فريق الوداد البيضاء، وانني نحبس المباراه ديال المقابله ديال اليوم الحمد لله. كنشكر جمهور الوداد اللي ساندنا من بدايه الموسم حتى لاخر دوره، فكنهديو لهاد النجمه الثانيه والبطوله 20، وكنوعدهم ان شاء الله بالنجمه الثالثه ان شاء الله في لا تشامبيونز ليغ ان شاء الله.